احنا كلنا ذو الدخل المحدود مش قادرين ندفع اقساط، احنا ويننا اقساط؟ ويننا التصليحات؟ ويننا اكلنا وشربنا؟ ويننا اذا البنك انكسر علينا ما عم نقدر، بطلنا نتحمل يعني ما عندنا قدرة. يعني اخر شيء حكيت بدي انصب بيت شعر بالشارع واقعد واترك البيت. احنا صدر بالجريده الرسميه مكر ومن جلاء عن طريق جلاء سيدنا الى التطوير الحضري في انه جماعه السكن، جماعه الناس الدخل المحدود والفقراء، خليهم يستروا بيوت ويتملكوا بيوت ويسكنوا بسكن كريم لعيش كريم، وهاي مكرمه ملكيه، وهاي نظره جلاله سيدنا كانت للموضوع. فعلا تقدمنا لمؤسسه التطوير الحضري بالطلب على الشقق هاي، وكان في شروط من ضمنها انك انت لا تمتلك عقار داخل المملكه الاردنيه الهاشميه نهائيا، ولا يمتلك احد من اسرتك عقار عشان تنتفع انت من هذه المكرمه. فعلا تقدمنا وانطبقت علينا الشروط وحصلنا على الشقق اللي احنا ساكنين فيها الان. طبعا احنا اخذنا هاي الشقق باسعار يعني عاليه جدا، ويعني واسعار يعني كبيره بالنسبه لاسم سكن كريم لعيش كريم. كنا احنا نتوقع انه ناخذها يعني باسعار يعني رمزيه، ولكن تفاجأنا انه حولونا اياها على البنوك، وصارت الشقه على كل مواطن يعني واصحاب الدخل المحدود جدا 50,000، وحتى وصلت ل 55,000. يعني احنا الاسكان صار له حوالي عمره 10 سنوات، ولحد الان احنا ما اخذنا شيء سند قانوني او مثلا قوشان اللي احنا بنسميه القواشين من مؤسسه الاسكان والتطوير الحضري. يعني ما بعرف احنا في العقد اللي صار بيننا وبينهم مؤسسه الاسكان في بند في العقد مكتوب بعد سنتين من سكنك للشقه بحق لك تاخذ القوشان. هاي مر عليها 10 سنوات ولحد الان ما اخذنا القواشين. انا واحد من الناس لما اشترينا، وكل الاسكان كل الاهالي في السكن الكريم لما اشترينا الشقق اشترينا بناء على مخططات. هلا المخططات والمجسمات الموجوده بشركه او بالمؤسسه الاسكان والتطوير الحضري كان فيها حدائق، كان في متنزهات، كان في اماكن خلينا نسميها للتنزه. للاسف بعد 12 سنه من انشاء الاسكان لغايه اليوم ما في ولا اي متنفس للاهالي، لا حديقه، لا ملعب، لا حديقه اطفال، العاب اطفال ابدا. الاخ محمد الخالدي كمقاول وقعنا العقد معه. انا بدي الاخ محمد الخالدي حتى احمله المسؤوليه العشريه. نعم. هل سمي لصاحب العمل وتم اعتماده؟ نعم 100%، ومسؤول العشريه موجوده وكلها عليه. اذا المسؤوليه العشريه عليه، على المقاول. نعم. شو دورك مش انت كشخص، بحكي كمستثمر شو كان دورك؟ هلا انت متكافل وانت الك اجرك بالفلكه مع المقاول. كويس، اذا تضامن. تضامن انت والمقاول والمصمم. نعم. مين يصلح البيوت هاي اللي شفناها وليش ما بتتصلح؟ تصلحت كلها فترة الصيانة. لا سيدي أنا فرجيت صور للأخ محمد. يا أخوي ماشي، هذا المشروع له 12 سنة، المسؤولية العشرية انتهت. صور أصلاً موجودة، عرضوا لنا إياها. أصلاً المسؤولية هاي قبل. أنا بحكيش على بحكيش على سكن كريم. بحكي بشكل عام. يا إخوان بشكل عام. أنا أقول لا لا لا، أنا ما بدي أحكي بشكل عام، احكي لي بسكن كريم. بسكن كريم الآن إذا أي، طبعاً هذول مش شقة وشقتين، هلا ممكن يكون صار في بعض المشاريع بعض الكذا ممكن. وفي صور موجوده وصحيح، وانا باخذك هسه على بيوت في عبدون وبدير غبار بورجيك تشققات، شيء طبيعي. ايش اشوف لا عبدون ولا غبار؟ بحكي لك، بقول لك انا، ولكن في كل عمل له عدم مؤاخذه. هذا سيدي انت بتقول اليوم اي شقه من هاي الشقق اللي بنشوفها الان على الشاشه اللي فيها عمل تراجع مؤسسه الاسكان وبصلحوا له اياها، وحصلت لو حصلت كان ما لجوا ما هم، لانه عدم المؤاخذه. انت حكيت مع الوزير، انت لازم رحت على مؤسسه الاسكان وقلت له يا عمي انتم ماخذين مجلس الاداره، انتم ماخذين سبعة وزير الاشغال فهو المسؤول عن مؤسسه الاسكان. طيب يعني كل انا بوجه رساله لكل قاطني سكن كريم عيش كريم اللي بيتابعونا اليوم واللي عندهم مشاكل في سكنهم، انهم هم مشمولون في الصيانه العشريه، يروحوا يتوجهوا على مؤسسه الاسكان الان ويرفعوا قضايا كلهم، باخذوا حقوقهم كامله وتصلح بيوتهم كامله.